أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدورة الخامسة لقمة منتصف العام التابعة للاتحاد الأفريقي والمنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. قال الرئيس السيسي في كلمته أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق إن القمة تأتي في توقيت يشهد فيه العالم جهودا حثيثة للتعامل مع الآثار الحالية والمتوقعة للأزمات المتعددة بما في ذلك أو بما لها من تأثير على قدرة الدول النامية خاصة الأفريقية على تحقيق التنمية لمجتمعاتنا. تأتي قمتنا في توقيت يشهد فيه العالم جهودا حثيثة للتعامل مع الآثار الحالية والمتوقعة للأزمات المتعددة بما لها من تأثير على قدرة الدول النامية خاصة الإفريقية على تحقيق التنمية لمجتمعاتنا وكذلك على الحفاظ على ما تم تحقيقه من نمو، فضلا عن حالة عدم اليقين حول قدرة المجتمع الدولي بمؤسساته التمويلية على توفير البيئة الدولية لتنفيذ التحول للاقتصاد الأخضر، أخذاً في الاعتبار ما نشهده من أزمات متشابكة ما بين الأزمة الأوكرانية وأزمة الطاقة ثم أزمة الغذاء والأسمدة، وتزامن ذلك مع زيادة ملموسة في الكوارث المناخية.